مساء مشاهدينا الأعزاء عبر شاشة الفجر الجديد وفجر أف أم في نشرة تفصيلية لأبرز الأحداث المحلية والفلسطينية، ونبدأ نشرتنا باستعراض لأبرز ما جاء ضمن برنامج طول كرم اليوم. نظم جمعية العمل النسوي يوم طبي مجاني للعيون في بلدة دير رخصون شمال طول كرم بحضور أطباء من مشفى سان جون للعيون بالقدس، وذلك من أجل التخفيف من أعباء سفر المواطنين للمشفى داخل القدس المحتلة. احنا اليوم منظمين يوم تطوع على مستشفى سان جون للعيون في بلدية دير رخصون، طبعا بالتعاون مع جمعية العمل النسوي في محافظة طول كرم. يأتي هذا اليوم بمناسبة يوم المرأة العالمي في شهر 3 وأيضا عيد الأم. طبعا احنا بنتوجه بالشكر الجزيل للأطباء مستشفى سان جون على تعاونهم مع جمعية العمل النسوي وباقي المؤسسات التي تقوم بدعوتهم في محافظة طول كرم وتلبيتهم للدعوات، وأيضا نتقدم بالشكر لبلدية دير لخصون على تنظيم هذا اليوم في بلدية دير لخصون. طبعا اليوم هو يوم مجاني للمرضى. نشكر جانسون والاتحاد النسوي والاتحاد فدا، نشكرهم على هاي المبادرة اللي أتوا من أجل خدمة المواطن، وإحنا دائما داعمين لأي إنسان بتقدم لخدمة الوطن والمواطن، فإحنا جاهزين دائما بالدعم له ودائما حاضرين كبلدية مع المجتمع المحلي إنه بمساهمة وبمساعدة أي شيء إحنا حاضرين فيه. سلمت حملة تطوع فلسطين كرسي كهربائي لطفل من بلدة عتيل، وذلك ليتمكن من قضاء حوائجه وممارسة حياته اليومية بسهولة. أولا هو من باب التكامل في الأداء والعمل، السيد الرئيس ومن خلال مكرمات الرئاسية قدم وما زال يقدم الكثير لهذه الفئة، ونحن أيضا ومن خلال القطاع الخاص ومن خلال الخيرين من أبناء شعبنا في إطار حملة التطوع نقوم أيضا بإكمال الدور من خلال تقديم هذه الكراسي التي تساعد هذه الفئة على التأهل والانخراط في المجتمع، وبنفس الوقت يقوم الشخص من خلال هذه الكرسي بالوصول لأي مكان يريد الوصول له. يعني منحاول أن نرسم أو نعيد الابتسامة على وجوه هؤلاء وتحديدا الشباب والأطفال منهم، لأنه فعلا يعني أن ترسم ابتسامة على وجوه هؤلاء هذا أمر غاية في العظمة وغاية في الإنسانية. ومن هنا نقدم الشكر والتقدير لكل من تبرع وما زال يتبرع من أجل شراء هذا النوع من الأدوات والكراسي. شكرا لكم، بارك الله فيكم. شو رح يصير كمان هسه فيها؟ بطلع على البلد فيها على الحارة. وروح على المدرسة كمان. على المدرسة. كنت أحلم بهذا اليوم من زمان. تأهلت 3 فرق مدرسية بعد منافسة قوية بمشاركة 32 فريقا لبطولة الكرة الخماسية للمرحلة الأساسية العليا، والتي استطاعت التأهل بجدارة واستحقاق بعد لقاءات نارية بين الفرق المشاركة على 3 ملاعب. التصفيات النهائية لبطولة المرحلة الأساسية العليا في مدرسة خالد بن سعيد، اليوم سيكون هناك 3 فرق، سيتم طبعا اختيار بطل لهذه المجموعة لثلاث فرق، اللي طبعا كل مدرسة من هذه المدارس الثلاثة كانت هي يعني أخذت البطولة في مدرستها، لأنه البطولة كانت تقام في 3 مدارس. الآن التصفيات ستقام في هذه المدرسة، في مدرسة خالد بن سعيد، وهي مدرسة علار الأساسية ومدرسة كفين الأساسية، بالإضافة إلى مدرسة الحمد الله. طبعا سيكون هناك بطل في نهاية هذه البطولة. كما أيضا اليوم عندنا في المدرسة عندنا ضيوف من مدرسة عقربة، مدرسة خالد بن الوليد في عقربة من جنوب نابلس،
جاءوا اليوم إلى زيارة هذه المدرسة من أجل طبعا إقامة مجموعة من الندوات التي تهم المدرستين. وبالمناسبة مدرسة خالد بن الوليد في عقربة هي مدرسة مدارة ذاتيا كما هي مدرسة خالد بن سعيد، وفي كل عام نقوم نحن في هذه المدرسة بزيارة مدرسة خالد بن الوليد في عقربة، وكذلك أيضا يقومون هم برد هذه الزيارة. وجدير ذكر أننا منذ 4 سنوات ونحن نقوم بمثل هذه اللقاءات التي تخدم العملية التعليمية. الزيارة هاي تأتي استكمالا لعلاقات التوأمة مع مدرسة خالد بن سعيد في مديرية طول كرم، وهي الزيارة طبعا هي امتداد للتنسيق والعمل المشترك المتبادل ما بين المدرستين في مجال الإدارة والتحكم والقيادة المدرسية، زائد أنه هذه الزيارة تأتي أيضا في تعميق العلاقات ما بين المدير المشرف مقيم الذي يقوم بعملية الإشراف داخل الصف على المعلم من أجل زيادة النمو المهني لهذا المعلم، بما ينفع الطلبة وبما ينفع أن تكون الحصة الصفية ضمن استراتيجيات وفلسفة وزارة التربية والتعليم. في هذا اليوم يلتقي مدراء المدارس في العنقود رقم 7 مع مدير مدرسة ذكور خالد بن الوليد في عقربة جنوب نابلس، من خلال اللي هي الزيارات التبادلية بين المحافظات وبين المدراء المدارس، من أجل نقول إنه اكتساب خبرات جديدة، من أجل التباحث في هموم المدارس المدارة ذاتيا، ممكن نكون مبادرات عند بعض المدارس المدارة ذاتيا للاستفادة منها. كما سيكون هناك برنامج حضور نماذج حصص في مدرسة ذكور خالد بن سعيد ومدرسة شاكر خريشي عنقود المدينة رقم 6، سيكون هنالك حضور حصة حاليا اللي هي حصة لغة إنجليزية للصف الخامس، كمان سيكون هنالك اللي هي تنفيذ جدارية في مدرسة شاكر خريشي، بالإضافة إلى حضور نموذج حصة للتعلم النشط في مدرسة ذكور شاكر خريشي إن شاء الله. وفي أخبار البلد، اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من قبل الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن مجموعة من المستوطنين حاولت الصعود إلى صحن الصخرة بطريقة استفزازية، إلا أن حراس الأقصى تصدوا لهم ومنعوهم من الصعود. نشد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع وزير الصحة الدكتور جواد عواد ومن موقع مسؤوليته لإجراء كافة الترتيبات اللازمة لعلاج الأسير المبعد عماد المصري، والذي حرر في صفقة التبادل الأخيرة وأبعد إلى قطاع غزة، وقد تعرض لحالة نزف دموي شديد في الآونة الأخيرة. وقال قراقع إن الأطباء بغزة نصحوا بعلاجه في إحدى الدول الخارجية لعدم توفر العلاج في قطاع غزة، ويحتاج لإجراء الترتيبات مع إحدى الدول التي يتوفر فيها هذا العلاج. وفي أخبار الرياضة، يلتقي برشلونة وريال مدريد هذه الليلة في كلاسيكو العالم على ملعب الكامب نو في أهمية المباراة لكلا الطرفين، فنتيجة الفوز للريال تعني استعادة الصدارة من بين فكي برشلونة، ولكن إذا جرت الرياح بما لا تشتهي العاصمة الإسبانية فإنها تعني حتما توسيع الفارق لصالح برشلونة، وبالتالي الحفاظ على طريق الحصول على لقب الدوري الإسباني. هذا وبإمكانكم متابعة المباراة على باقات البث المباشر لموقع تلفزيون الفجر الجديد الليلة في تمام الساعة 10 مساء. وختاما، وفي حالة الطقس ليوم غد الاثنين، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيا ولطيفا نهارا وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. لمزيد من الأخبار والتفاصيل بإمكانكم متابعة موقعنا الإلكتروني الفجر tv.com. نهاية النشرة، إلى اللقاء.